السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بكم في القناة ودايما متشرف بحضراتكم والله، وشكرا على تشغيلكم للفيديو. انا سبق ان انا من يومين اتنين بالظبط، كان امبارح، كنت حاطط فيديو على القناة اللي هو بستعرض فيها او بنستعرض مجموعة الكتب اللي انا اشتريتها من معرض الكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020. والحقيقة ان انا عشان كنت بصور استعرضت معاكم مجموعة كتب، بس كان في كتب انا كنت عايز اشتريها ورحت النهاردة تاني واشتريتها. بس يا جماعة عايز اقول بصراحة ان التفاعل على القناة في الفيديوهات الاخيرة بمنتهى الصراحة مش قد كده، يعني انا معرفش هل انتوا زهقتوا مني. طب انا بحاول ان انا بعمل مجهود كبير والله بجد، وبكثف من الفيديوهات علشان ابقى مواكب الحدث ومواكب ده ومواكب ده، وفي مثلا بظبط في سكريبت لفيديو جديد برضو غير دوت علشان ابقى دايما مواكب مع حضراتكم. يا ريت تقولوا لي بجد، يعني هو الموضوع حاجه من الاثنين بمنتهى الصراحه وما فيهاش احراج. لو انتوا حاسين ان انتوا زهقانين مني قولوا لي، لو مش زهقانين مني ومبسوطين فعلا باللي انا بعمله خلاص، يبقى ما تنساش تدوس لايك على الفيديو وتعمل لايك على الفيديو. مش كده؟ النهارده بقى كده نبتدي بمجموعه الكتب يا جماعه اللي انا اشتريتها النهارده. انا كنت فعلا فرحان جدا جدا وتشرفت بمقابله ناس كتيره من القناه النهارده، قابلتهم وكنت مبسوط جدا. يا رب اكون عند حسن ظنكم. ولو فعلا يا جماعه لو انتوا حسيت ان انتوا يعني ابتديتوا تزهقوا من ان انا بنزل فيديوهات باستمرار قولوا لي بصراحه، يعني انا بحب اعمل كده. يعني انا ممكن فيديوهات زي دي ممكن انا قلت ايه مثلا، طب ما انا عملت فيديو مثلا ريفيو على الكتب، ليه اعمل فيديو تاني؟ بلاش بقى. طب ما انا ليه، طب وليه استخسر في نفسي؟ طب ما انا اوريكم كتب مجاز واحد والله لو واحد هيستفاد بيها دي عندي تبقى غاليه قوي. نبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعه الكتب دي بصوا بقى، يعني انا هحاول اختصر الوقت برضو باكبر قدر علشان ما اكونش واخد من وقت حضراتكم كتير قوي. هنا عندي مجموعه حاجات حلوه قوي، للاسف الكتاب ده اتبهدل هنا بس اللي حصل بقى النصيب. دولت مجموعة اشتريتهم بقى من مكتبة الاسكندرية، مكتبة الاسكندرية الرائعة وواحدة من افضل واكبر واعرق المكتبات اللي في العالم كله. المجموعة دي مجموعة فوق الوصف بصراحة، يعني كل ده بوري لحضراتكم المجموعة، بس بطلع كده المجموعة بتاعت مكتبة الاسكندرية، دولت من مكتبة الاسكندرية. بصوا بقى ده أول كتاب، ده الكتابات المعماة في الحضارات الحضارة المصرية القديمة. ده بيتكلم عن الكتابات المعماة بكل أشكالها في الحضارة المصرية القديمة. مكتبة الإسكندرية كانت عاملة خصم 20%، ده سعر الكتاب كان 80 جنيه قبل الخصم. بصوا يا جماعة أنا هحاول إن أنا إيه يعني ما اخدش وقت كبير علشان برضو الوقت الفيديو لحضراتكم. ده كتاب برضو جميل قوي اسمه تاريخ البريد المصري للاستاذ الدكتور عبد الوهاب شاكر. دكتور عبد الوهاب شاكر من الناس المعروفه جدا جدا، يعني بيبتدي يتكلم من اول تاريخ البريد المصري من ايام الحضاره المصريه القديمه، وازاي كان نقل البريد ونقل الرسائل في الدوله البطلميه ودوله الرومان وبعد كده الفتح العربي وفتره بقى الفترات كلها اللي بعد كده على مر العصور لغايه الفتره الحاليه. الكتاب ده من الكتب الغنيه. بصوا يا جماعه الميزه بتاعت مكتبه الاسكندريه فعلا ان كل الكتب بتاعتها يعني الطباعة بتاعتها روعة، جودة الورق جودة بكل حاجة زي ما حضراتكم شايفين الكتاب اهو. سعر الكتاب كان 80 جنيه قبل الخصم. ده كتاب مصر القديمة الفنون التشكيلية والعلوم. بصوا 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 بنفسكم، شوفوا الجودة بتاعت الكتاب عاملة ازاي، شوفوا الطباعة عاملة ازاي. تخيلوا ان الكتاب ده قبل الخصم سعره 45 جنيه، يعني ده برضو مصر القديمة. العقائد والعمارة الدينية والجنائزية، بيتكلم هنا عن العمارة، عمارة الأهرامات أو العمارة الجنائزية في المقابر الجنائزية والعمارة الدينية. بصوا على برضو عامل ازاي الكتاب،
تخيلوا الكتاب ده بالجودة بتاعته دي سعره قبل الخصم 45 جنيه. الكتب دي هتلاقوها في مكتبة الاسكندرية، مكتبة الاسكندرية في صالة واحد، كان موجود في صالة واحد. بصوا ده بقى كتاب عن حجر رشيد. بصوا الفخامة بتاعت الجلدة والطباعة والكلام ده كله. شوفوا الكتاب، بصوا الكتاب متكلف ازاي. الكتاب متكلف قوي 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 يا جماعة بجد. ده بيتكلم عن كل التفاصيل الدقيقة اللي تخص حجر رشيد. الكتاب سعره 60 جنيه، كل الاسعار اللي بقولها لحضراتكم قبل الخصم 60 جنيه. ده بقى قصة الكتابة لأولاف بريجرين. أولاف بريجرين ده الكتاب ده بيتكلم عن قصة الكتابة كاملة ومنذ القدم خالص بكل الكتابات. السعر الكتاب قبل الخصم 55 جنيه. مجموعة كتب يا جماعة انا بقول لكم يعني بصراحة هايلة قوي قوي. كيف تقرأ المصرية القديمة الهيروغليفية خطوة بخطوة، دليل لتعلم نفسك. ده علشان عايز تقرأ الخط الهيروغليفي وتعرف تقرأ عليك بالكتاب ده، هتتعلم منه بكل شيء. برضو كتاب في غاية في الروعة يا جماعة. الطباعة انا مبهور جدا. لو تبصوا على الخامة، بصوا على الخامة بتاعت الورق والجودة. الكتاب سعره 80 جنيه قبل الخصم. بصوا بقى ده حاجة بقى تحفة. ده بقى كده يتحط في البيت ويتوروز. ده يعني ما نعتبرش كتاب، ده بقى عبارة عن نفائس المخطوطات بمكتبة الإسكندرية. ده اللي بيضم صور من نفائس المخطوطات، صور من المخطوطات النادرة جدا على مر العصور. بصوا كده، بصوا يا جماعة، مثلا دي اهي، شايفين ويقول لك المخطوطة دي لأصلها لكذا، المخطوطة دي لكذا. كتاب رائع. هو بصراحة غالي، يعني هو بصراحة منتهى الصراحة غالي يعني، ولكنه مفيش حاجة تغلى على الحاجات دي يعني. بصوا، نسخة خطية من دائرة دوائر وصور الملائكة الروحانية المنسوبة لآصف ابن برخية، وهو من كتب العلوم الخفية، ويظهر على كثير من صفحاته بعض الرسوم والأشكال التوضيحية. بصوا كده، بصوا الكتاب ده سعره برضه في مكتبة الإسكندرية قبل الخصم 350 جنيه، ومعمول عليه خصم تقريبا كان 25%. بس حاجة كده تتبروز بجد في المكتبة يعني، دي لوحدها كده تتحط كده، حاجة كده روعة يعني. دي المجلة اللي هي الشهرية بتاعت مكتبة الإسكندرية، هي دايما بتعمل مجلة شهرية اسمها ذاكرة مصر. ذاكرة مصر بتبقى مجلة رائعة قوي قوي يعني. دي عندي أعداد منها كتيرة. ندخل بقى كده، هنا عندي بقى مجموعة الكتب دي. انا مش فاكر اسعارها وللأسف مش محطوط اسعارها، ولكن ده اخبار ملوك الفرس وسيرهم. ده كان قبل الخصم، كان صاحبه عامل لي 30%. المكتبة دي كانت من اسمها السعادة، اسمها دار اسمه السعادة غدا، اسمها كده السعادة غدا. ده بيتكلم عن اخبار ملوك الفرس وسيارهم، ودي برضو قصة رائعة جدا. قصة بوذا صاحب عقيدة تنكر له مواطنوه فقدسه اكثر من نصف بليون نسمة. قصة بوذا. وبمناسبة بوذا عندنا موضوع مهم قوي قوي هنتكلم عليه، هينزل الفيديو ان شاء الله قريب قوي قوي قوي. ده بيتكلم عن المنطقة 51، لغز المنطقة 51. الكتاب ده يا جماعة اللي هو بتاع الفرس كان سعره 100 جنيه بعد الخصم، والمنطقة 51 سعره 50 جنيه، وبوذا سعره 50 جنيه. دي بقى مجلات اعداد. دي المجلات دي يا جماعه، معلش بصوا بقى، نخلي دولت هنا دلوقتي عشان اقول لكم نبقى نجيب سيرتها دلوقتي هنا اهو. في عندي هنا نيو بوك للنشر والتوزيع. الكتاب ده بقى يعني الكتابين دولت انا بعتبرهم بصراحة اي مصري بيحب، اي حد بيحب الحضارة المصرية القديمة، اي حد. ده للرائع الله يرحمه الدكتور نديم السيار،
وهو كتاب قدماء المصريين اول الموحدين. في كتب يا جماعه الكتاب ده عندي، ولكن النسخه عندي نسخ بتتهري من كتر ما بقعد امسكها وافرك فيها بصراحه، يعني ببقى محتاج نسخه نظيفه ليها. القديمه خلاص افضل افرك فيها بقى براحتي، بس دي يعني برضو حاجه كده بحتفظ بيها. هي عندي او يعني قدماء المصريين اول الموحدين ده كتاب هايل قوي قوي. الكتاب ده اعتقد ان هو كان سعره حوالي 70 جنيه. و دكتور نديم السيار برضو، ليسوا آلهة ولكن ملائكة، ليسوا آلهة ولكن ملائكة. يعني الكتاب ده أعتقد، أنا آسف هو عايش الدكتور نديم، أنا متأسف قوي يعني، أنا بعتذر جدا مرة تانية. الكتاب ده برضو من الكتب الرائعة قوي قوي عن الحضارة المصرية القديمة. الله في عقيدة المصريين القدماء، الجذور الهيروغليفية للفظ الجلالة الله، الجزء الثاني من قدماء المصريين أول الموحدين. كتاب من الكتب القيمة قوي. ببص كده عشان أنا الوقت بيهمني، مش عايز أكون مضيع من وقت حضراتكم بجد فعلا. مريم المصرية ده بيتكلم عن السيدة مريم العذراء لما كانت في مصر، والرحلة يعني بيتكلم هنا عن الرحلة المقدسة وتاريخ السيدة مريم لما تشرفت مصر بمجيئها هنا في مصر. ده كتاب حلو قوي قوي يعني بصراحة. الكتاب ده أنت المعبد، أسرار الحضارة المصرية القديمة، ريني أودولف شوالر دي لوبكس، ترجمة الدكتور حمدي مهران. يعني أنا أهو يأخذنا هذا الكتاب في رحلة شيقة إلى قلب العقلية المصرية القديمة، يوجه أنظارنا نحو الرموز والإشارات التي تظهر بها الصروح الفروع المصرية القديمة، والتي هي في حقيقتها رسائل خفية يرسلها لنا الأجداد، رسائل تنتظر من لديه الملكة والقدرة على قراءتها واستيعابها. وجهة نظر، لازم الواحد يحترم كل الأفكار ويقرأ، طالما اللي بيتكلم بعلم، ما بيتكلمش كلام مبهم وخلاص أو كلام بدون علم. بصوا هنا بقى عندي مجموعة قصص روايات لتشارلز ديكنز، أوقات عصيبة Our Times، و دول برضو لتشارلز ديكنز، ديفيد كوبرفيلد، انا بحب تشارلز ديكنز بصراحه، بحبه جدا يعني، واوليفر تويست. دول يعني هو ان كان بصراحه ان انا جايبهم الثلاثه دولت، مش يعني جايبهم لحد عندي في العيله يعني. الكتاب ده بقى بصوا، الاربع كتب دولت عشان بس نبقى عارفين، انا جبتهم من دار نشر هناك حلوة قوي. تخيلوا ان الاربع كتب اللي انتوا شايفينها دول، الاربع كتب دول الواحد ب 25 جنيه، كتب في التنمية البشرية، مصافحة النجاح، اخراج الافكار، لغة هكذا، انطلق بموقعك للقمة، الفكرة. تخيلوا الكتاب ده ب 25 جنيه، الكتاب ده في التنمية البشرية رائع جدا، ده مصافحة النجاح، وده وداعا للخجل، و علم نفسك النجاح، وصناعة العظماء. تخيلوا يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده اهو، الكتب دي بالسعر ده يعني حاجة. بصوا بقى، انا جبت ست كتب لكاتب واحد، ست كتب لكاتب واحد، والكاتب ده هو الدكتور خزعل المجدي. الدكتور خزعل المجدي اللي يعني فعلا هو قمة في الروعة وفي الثقافة وبحر كبير من العلم. على فكرة عشان الكتب اللي انا قلتها لكم اللي هي ب 25 جنيه من دار اسمها دار الصقر، اسم الجناح هو في سي 2 بوك 1، تمام كده عشان بس ايه نبقى حافظينها. الدكتور خزعل المجدي اول ادي عندنا اول كتاب التنجيم في العالم القديم، ده اول كتاب لي او من الكتب اللي انا جايبهم، تمام. تاني كتاب الميثولوجيا المندائية زي ما انتم شايفين. الكتاب ده انا جبتهم من دار لبنانية، يعني هي دار ملهاش حتى هنا في مش المصرية اللبنانية، لا هي ملهاش هنا مقر في مصر. وبصراحة نادر جدا لما بلاقي للدكتور خزعل المجدي كتب هنا في مصر، دي من الكتب الحلوة قوي والرائعة، علشان كده كنت حريص. هما بصراحة يعني طبعت بيروت
طابعه رائعه جدا بصراحه، معروفه طابعه بيروت. سعرهم بصراحه يعني كان السته كانوا ليهم رقم شويه. ده كتاب الميثولوجيا السومريه للدكتور برضو خزعل المجدي، وبرضو تكمله للحضارات الساميه المبكره وتاريخ الخليقه برضو للدكتور خزعل المجدي، وبرضو لما عامل كتاب عن الحضارة المصرية، دي برضو مجموعة كتب للدكتور خزعل المجدي. دوستويفسكي عندي الليالي البيضاء، دي مش عندي، انا عندي طبعا مجموعته كلها، لكن دي مش عندي الليالي البيضاء، دي جايبها لي انا شخصيا يعني. انا بقول لكم انا جايب مجموعه بقى بصراحه يعني في قمه الروعه. مؤسس الفلسفه العربيه الاسلاميه وفيلسوف العرب الاول الكندي للاستاذ مجدي كامل. وعندي هنا نوادر جحا وظرفاء العرب، كتاب قمة في الجمال وخفيف جدا، كتاب حلو قوي. فكرة من الكتب دي ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كتيرة، يعني مش جايبها عشان لنفسي وبس. رب صدفة خيرا من الف معاد، كيف كانت الصدفة وراء اعظم الاكتشافات والاختراعات التي غيرت وجه العالم. خلاص كانت، مش هطول عليكم اكتر من كده، انا حريص على ان انا في الفيديو ده بصراحة. بصوا بقى الكتاب ده، معجم اللغة النوبية، معجم هو وكتاب تاني المعجم الامازيغي، يعني كتابين انا شايفهم حلوين قوي قوي قوي. المعجم ده المعجم الامازيغي، اللغة اخواتنا وحبايبنا من الجزائر والمغرب الامازيغ، وايضا الكتاب ده. وعندي هنا من بقى الدار الصينية، جبت الكتابين دول، ده كتاب بيتكلم عن الصين باختصارات وحضارة الصين وكل شيء، وكتاب آخر نبذة عن الثقافة الصينية. الكتابين دول اشتريتهم تقريبا ب 120 جنيه وطباعة فاخرة، ومعاهم ادوني ثلاث آخر أعداد من الصين اليوم، وخدوا بياناتي وقالوا لي ليك اشتراك سنوي مجانا لكل شهر، هتجيلك مجلة الصين اليوم. فاضل كده حاجة بسيطة كده اهو، لا كده كده انا فاضل بقى حاجة أخيرة أنا اشتريتها من مصلحة سك العملة. دي عبارة عن مجموعة جنيهات ومجموعة انصاص جنيهات، دي جنيهات عادية اللي هي بتاعتنا، بس يعني عليها طب نادرة بصراحة، مش هتلاقوا زيها. دي كانت ب 30 جنيه ودي ب 20 جنيه، مجموعة ب 50 جنيه. دي الكتب، أتمنى يا رب إن الاستعراض الكتب ده يكون نال إعجاب حضراتكم، وشكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. مش هوصيكم بجد فعلا يا جماعة، لو عجبك الفيديو تدوس لايك على الفيديو، ولو حضراتكم حاسين ان انا مكتر في الفيديوهات قولوا لي والله ما هزعل. شكرا لحضراتكم مره تانيه، واشوفكم على خير. السلام عليكم.